الحديث ذو شجون، قال الراجل مع سي حما الهمامي. حكينا سياسه، حكينا امن، ولكن توا معناها باش نحاولوا نفهموا الملف الاقتصادي في تونس، شنو الوضعيه ومقترحات الجبهه الشعبيه للخروج كما تذكر اليوم في الندوه الصحفيه نتاعها من هذا المأزق. قبل هذا نمشيو تذكير في هذا التقرير لعمليه او قرار تاجيل الحوار الوطني الاقتصادي. نرجو ما يلزمناش ننساو أنه التأجيل هذا باش يكون ممكن حتى بعد 16 جوان باش يتم إقرار هذا الحوار، ولا لا؟ نتابعوا مع بعضنا التفاصيل. أربعة جوان هو جلسة اللجنة القيادة، لجنة القيادة اللي باش يتم تقديم لها التقارير النهائية متاع الخمسة فرق العمل اللي يخدموا اليوم. وقت اللي تقرر حسب التوافقات بالنسبة للإجراءات، وقتها يتم تحديد الندوة يعني الوطنية للحوار الاقتصادي الوطني، وهو يكون يعني يمكن يكون في الأيامات اللي بعدها متتالية، يعني ما فيهاش إشكال. احنا كانت عندنا تحفظات على العديد من المسائل، من بينها قلنا كثرة اللجان هذه هكل تعطي صورة فعلية وكأنه نحن داخلين في إصلاحات هيكلية جذرية. قلنا هذه رأينا، وفما لجان نشتغل عليها في مواقع أخرى. هات نشوفوا الإرهاصات اللي موجودة لدى معناها الحكومة الحالية في إتمام ميزانيتها التكميلية، هذا نشوفوا لها حلولها بدون المس كما قلت من الدعم، لأن هناك موارد أخرى أو هناك معناها البحث عن معناها جلب أو إيجاد أموال من مواقع أخرى أكثر منه ما تنجم تكون بالدعم. وإذا كان مش اللمس والدعم، أنا قلت الخطوط الحمراء شنية هي والممكن ملامسة والغير مستحقية، هذا مش نبحث على آليات اللي ممكن أني باش تحصل. لك علاش تأخر نهار 14؟ ولجنة القيادة بعد 14 ستحدد أنا هو اليوم الأخير هذه باش نعلن على هذه الإجراءات. أما فيما هو عالق بالإصلاحات الهيكلية وآخره، هذا ما هوش وقت. تقريبا فما توافق ما بين الموقف نتاع الجبهه الشعبيه والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص وانه ما يلزمش نمسوا بالدعم، بالعكس يلزمنا نخفضوا من الاسعار، نحسنوا المقدره الشرائيه وتحسين الخدمات الاجتماعيه. هذا الكل نرجو بعد عليه سي حما، ولكن قبل هذا هات نرجعوا لسبب الانسحاب نتاعكم من اللجان التحضيريه للحوار الوطني الاقتصادي، شنو الاسباب سي حما؟ الاسباب احنا وقت مشينا شاركنا في الجلسه الاولى، بعدها وجهنا رساله الى رئيس الحكومه وطلبنا معناها منه اضافه بعض المحاور الاخرى كما الجبايه، مش موجوده الجبايه، التهرب الجبائي مثلا تاع المديونيه، الاراضي الفلاحيه الدوليه، ولا لم راهو مهم جدا المحاور هذه زاد يلزمها تناقش. ومع ذلك مشينا، كانت القوة السياسية الوحيدة اللي شاركت في اللجان الكل 11 اللجنة، شاركنا كل لجنة بثلاثة خبراء، معناها شاركنا 33 خبير من الأول. دخلتوا لترافو دخلنا ومشينا بوثائقنا وبخدمتنا وجاهزين. الشيء اللي لاحظوه ثم لجان بالاسم لجان وما عملت حتى شيء. بعد لاحظوا اللي ثم تركيز على لجنة الدعم اللي فيها زيادات الأسعار، المؤسسات العمومية، ثم بعض التشغيل، ثم بعض لجان صار عليها تركيز. ولاحظوا الخبراء نتاعنا اللي الطرف الحكومي والاداره ما همش جايين باش يناقشوا، شعروا وان ثم قرارات جاهزه والحكومه تحب تستعمل الحوار الوطني باش تعديها. بدا شويه شك، كلمهم وقتاش تاكدوا، وقت اللي جاوهم ثلاثه كرارس على الدعم، كراسه من الكراسات اللي هو الباقيات قديش مش تولي مقترحات. نحن عمرنا ما قلنا قرار. ربي يعطينا بالاسعار ما دام عندك فكره سي حمد. في الباقيات 10، في الخبز 20، في الكسكسي 100 واش، في السكر ظهر لي 100. حصيلوا معناها دعم تدريجي لين توصل المواد الاساسيه ما عادش مدعومه. بالضبط. وجاوا قالوا لهم من القضيه معناها نتاع الدعم، راهو ماناش مش ناقشوا مبدا الدعم، رانا مش ناقشوا كيفاش مش نحو شنحوه تو ولا بعد 3 سنين. وقتها في نفس الوقت وزير الصناعة يحكي على زيادة نتاع المحروقات، وزير النقل يحكي على زيادة قبل العودة المدرسية في النقل إلى آخره. فأي خمنا نعملوا فيها حوار وطني علاش؟ صحيح. المشكلة شنو هي؟ أولاً ساخرت الطريق. خلينا نتفقوا، خرط الطريق ما فيهاش مساس بالمسائل هذه. لأن القضية نتاع الدعم، القضية نتاع الدعم شنو؟
ما تنجمش تناقشها خارج منوال التنمية. سي الهادي نويرة الله يرحمه كعملها في عام 70 عملها في إطار خطة اقتصادية، حب يجيب رؤوس الأموال من برا الخاصة ومن تونس، كيفاش مش يجلبهم؟ عمل لهم أجور نتاع الخدامة ضعيفة، وباش يعوض الأجور اللي الخدامة عمل لهم الدعم. بعبارة أخرى هي نوع من التعويض في الأجر. إذا كانت تحب أنت تراجع الدعم، إيه تحب تشوف كانت تزيد في الأسعار وما تشوفش الأجور، إذا هات نناقشوا المنوال نتاع التنمية بكله. هذه الحاجة. الحاجة الثانية في خارطة الطريق، إذا قلنا هذه مش ناقشوها. ثم المشكلة الكبيرة في اعتقادي اللي خلاتنا نخرجوا من الحوار الوطني، العقلية كلها اللي موجودة اللي عوضوا أن نناقشوا في الأزمة شنو أسبابها، شكون مسؤول عليها. تلا أربع شهور تاني كان نقول البلاد لبس، قالوا خلينا سي مهدي جمعة لبس، أما رانا خارجين نحبوا الديمقراطية ونحبوا انتخابات باهية. يجي سي مهدي جمعة يقول رانا على شفير الهاوية. إيه عطيني شكون جبهة الشعبية مسؤولة؟ لا شكون نصدقوا سي حمو على حسب رأيك؟ شكون نصدقوا؟ هو المؤكد أنا نصدقوا سي مهدي جمعة أكثر. تعرفش علاش؟ أما مش مصدقوهم 100% على خاطر ثم نوع من التهويل باش تفرض الإجراءات هذه. المسألة اللي هنا نحب ما ندخلش برشا في الأرقام. شو كيفاش المسألة؟ الدولة ناقصة فلوس وبلاد في أزمة، صحيح. أنت يلزمك إجراءات مباشرة باش تلقى الفلوس للميزانية، هكا ولا؟ صحيح. مشكلة في تونس، وأنا مسؤول على كلامي، ماهيش قضية الفلوس ما ثماش، الفلوس موجودة. شنو المشكلة مالي سي حمو؟ الدولة ما تحبش تاخذ فلوسها، أو ما تعرفش كيفاش تاخذ فلوسها. شو معناها ما تعرفش تاخذ فلوسها؟ تحب دائما وابدا هابط على الشهار وهابط على الخدام وإلا على الشركات الكبرى اللي أمورها ظاهرة، معناها المحاسبة نتاعها ظاهرة. أما اللي عندهم الفلوس، خاطر أنت إذا الدولة تحب تاخذ فلوسها، أولا الساعة يلزم تقرر تاخذ فلوسها، وثاني يلزم تاخذها الفلوس من اللي عنده مش من اللي ما عندوش. المشكلة وين موجودة؟ عند شكون الفلوس؟ وقت اللي جيت تقول لي أنت في عام 2013 عدد الملياردير في تونس زاد أكثر من الجزائر والمغرب 16.2%. هذا يدل ثم فلوس، أما عند شكون؟ ما ننساوش لهنا اللي 50% من الناتج الوطني الخام في تونس اقتصاد موازي. الناتج الوطني الخام قداش في تونس؟ 70 مليار دينار. معناها عندك 35 مليار دينار ما يدفعوش في الأداءات. هذا كم تمشي تاخذ من عندهم، مش من عند الشهار اللي ياخذ في 600 ولا 700 إذا كانوا موظف، وثم ناس ياخذوا في 90 و150 دينار، زيد تمرك عليهم. المسألة الثانية، نعطيك مثال آخر صارخ اللي هو النظام التقريبي التقديري. النظام التقديري عندك 400,000 نظام تقديري، فهم ناس يستاهلوا، أما عندك ناس، وأنا أتكلم عن معرفة، يصور لك 20 مليون في الشهر ربح. تعرفش قديش خلص في العام؟ ريجيم فورفيتير؟ أي تعرفش قديش خلص؟ لا قول لنا سي حب. 200 دينار. وعندي دخل نتاعو صافي، دخل صافي، هذا دخل صافي، ربح صافي 20 مليون. ثم طبة، ثم محامين، ثم مهندسين يخلصوا في الضرائب. أما ثم شكون اللي يخلصوا في 590 دينار 600 دينار؟ وهذا ما هوش معقول. إذن برا خذ الفلوس، خذ فلوسك يا دولة، خذي فلوسك، ما تمشيش أنت دائما وأبدا تثقل عليك الفقير وعليك اللي ما عندوش، وهذا يش ينتج عليه، ينتج عليه توجه أخر. هذاك علاش نحن نقدنا حكومة سي مهدي جمعة اللي كونها راهي مواصلة في سياسة قديمة اللي هزت الشعب التونسي للثورة. أنا أقول سي حمو وأنه أكثر منه ممكن عدم معنى وجودك الشجاعة عند حكومة المهدي جمعة باش تمشي للناس اللي عندها الفلوس هذوم. ونعرفوا لو سيستيم كيفاش في تونس وفي أي بلاد، حتى اللوبي واللي شادين السيستيم بانكير وغيره. اي اما خلينا نقول لك الساعة اي دا ما ديما عندنا الشجاعة باش نضربوا الفقير. هاو علاش باش نمشي معك أكثر؟ راس الهمدة عايشة. اي كلامك 1000% صحيح. هاو علاش سي حمى؟ لأنه حتى مشروع تقريب مشروع القانون الميزانية التكميلية. هاي سيدي هاو المضمون نتاعها هذا شنو؟ اقتطاع ايام من الاجراء، دونك نزيدوا ننزلوا على الفونكسيونير شهاره. اثنين زياده جبائيه في التامبر فيسكو، كيف كيف الشحنات بطاقات الشحن نتاع التليفونات. تقريب حلول رعونيه سي حمى، ما فماش حلول جذريه لمشكل ارتفاع الاسعار، وتصديقا لقولك نزيدوا بالعصا على الشهر. هذه هي المشكله، هذه هي المشكله. تو مثال نعطيك بالنسبه للدعم. احنا ما قلنا لهم مش متمسوش في المطلق، اما مسوا نيزم تمسوا. نعطيك الفارينة، الجبهة الشعبية في المشروع البديل هذا
تونس تستهلك 6 مليون طن في العام فارينا. تعرف فيهم زوز ملايين طن يقع استعمالهم مدعمين بغير وجه حقا. يبيعوا لك منها كعبة قطو ب 4000، ويبيعوا لك منها مانيش عارف شنو ب 6000، وانت ماشي. كي تنحيك زوز ملايين طن هذاك، هذاك فلوس مش ترجع لك، تطبق القانون لا اكثر ولا اقل. اذا هاي المشكله نتاع حكومة سي مهدي جمعه، هي انها نفس الاختيارات السابقه، واحنا جبدنا، وهذه راهي ماهياش تونسيه فقط، زاد راهي المؤسسات الماليه الدوليه اللي منها البنك الدولي واللي منها صندوق النقد الدولي، راهم الرحمه لا يخموا كان في مصالحهم. اعطيني فلوسي، انسالك فلوس رجع. وشنو النصايح اللي قدموا فيها او التوصيات ديما؟ نقص من التعليم، نقص من الصحه، نقص من الموظفين. والحال انا في البلدان الكلام هذايا ما يقولوش البلدان الاوروبيه والبلدان الاخرى اللي عندها سياده، فهمت يعني معناها معناها سي حمار. باش نختموا مع الملف الاقتصادي، خلينا زاد نعكسوا، معناش اليوم شكون يمثلنا من طرف الحكومه، وهذا بطبيعه التوجه نتاعنا نحن اليوم استقبالنا اساسا اللي هو سي حمار الهمامي. لكن يقول لك شنو الخيار اللي في داية انا باش ما نمشيش نقترض من عند المؤسسات الماليه الدوليه، يلزمني نقبل بشروطها. انا هنا قدمنا له، هذا قدمنا له حلول، قلنا له ما تاخذ حتى فرنك من برا. هاي الحلول شنو؟ الاكتتاب ما عنده حتى قيمه. لا 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 لا، الاكتتاب قلناه، اما ضعف المبلغ هذاك، واذا لزم حتى ثلاثه مرات المبلغ هذاك، يعني يولي 1000 مليار او 1500. بالضبط، حتى نجد توصل حتى بحث دراسات حتى ل 2000. المساله الثانيه قلنا له الجبايه، خذ اجراءات، ماكش مش تبدل توا المنظومه كلها. وبربي سامحني كلمه لهنا، تفضل سي حمد، اللي يوريك اللي الثوره نتاعنا ما مشاتش لقدام من الناحيه الاقتصاديه الاجتماعيه. تعرف الثوره الفرنسويه اول اجراء خذاوه في المجال نتاع الجبايه، امريكا اول اجراء خذاوه في المجال نتاع، فهمتي، نتاع الجبايه. علي بن غذاهم ثار على الجبايه. إيه نحن تو عاملين ثوره، وناس الجيعان والمريض واللي ما عندوش حتى الماء صالح للشراب، وانت مخلي الامور هكاكا. اذا هذاك المشكل. علاش الحاجه الاخرى قلنا له القضيه نتاع المديونيه، بربي كلمه على قضيه المديونيه، خاطرش يقولوا الجبهه الشعبيه تحب تقلب الناس. المده الفايته جاء وزير دفاع سابق في حكومه ساركوزي، أربعين مونا مورا، يميني ماهوش يساري ومش ثوري. يا توانسه راهو عندكم الحق في تعليق مديونيه 5 سنين. بيريود دو غراس معناها. اي قال راهو حق من حقوقكم، طالبوا به. علاش احنا هذا ما طالبوش به؟ وخاصة وأن المشكلة فاش الدول قاعدين ندفعوا فيها توا، هذيك راهي نتعبنا عليه. وأكثر من هكا قاعدين ندفعوا، لأن أصل الدين خلصناه، بن علي خذا 41 مليار دينار، احنا توا خلصنا 48 مليار دينار، وما زلنا نخلصوا، خلانا وحليد في 15 مليار معناها دينار نخلصوا له في ديونه هو، واضح اللي فيها برشا مشى لجيبه. وأكثر من هكا معناها قاعدين على حساب شعبنا. هذاك علاش الجبهة الشعبية موقفها واضح، الجبهة الشعبية تعارض أي مساس بالمقدرة الشرائية. واضح سي حمد، وسامحني مش تاع البطال برك راهو، لأن حتى المتعارف ما عادش الطبقة المتوسطة في تونس، ما عادش أغلبية الموظفين تاعنا ياخذوا 600 700 دينار. واضح واضح، وشكون يخلطهم؟ ممكن نسبة نسبة ضعيفة. على كل إن شاء الله إن شاء الله في نهار من النهارات يجينا الراجل السياسي اللي ريالمون معناه يطبق الأمور هذه الكل. دقيقتين بسرعة، نحب ناخذ رأيك في الدبلوماسية التونسية. رسالة توجه إلى رئاسة الجمهورية لحضور تنصيب السيسي بعد فوزه بالانتخابات في مصر، ولكن وزير الخارجية سليمان جي الحمدي هو اللي باش يحضر نهار الأحد. تعليق على هذه النقطة سي حمار. هي توا بربي سي المصف تحبوا يمشي غادي مش يقول ترى. هناك خلافات، حديث على خلافات كبيرة معناها. مش مستبعد الحقيقة. هي راهي كيف ما في الاقتصادي وفي الأمني ثم كوارث. محكومة الترويكا في الأمور الدبلوماسية ثم كوارث. هذاك علاش نحن في المبادرة اللي خديناها السياسية اللي خديناها في الحمامات فيها بخلاف الجانب خارطة الطريق والاقتصادي، ثم الجانب الدبلوماسي، إرجاع العلاقات مع سوريا، حفاظنا مصالح جاليتنا وبلادنا وأمننا. لعلمكم المغرب تعرف بالاسم وبالتدقيق الإرهابيين نتاعها الموجودين في سوريا، احنا ما نعرفوا حد شيء. كذلك في علاقة بليبيا، علاش ندخلوا إلى جانب طرف ضد طرف آخر؟ خلينا نحاول نعاونوا على حل في ليبيا، يحفظ وحدة ليبيا أرضا وشعبا، ويفتح لها أفاق نتاع ديمقراطية، ويضع حد لكون ليبيا تحول إلى وكر من أهل الإرهاب. هذا هي الشيء اللي خلينا احنا في الجبهة الشعبية تقدمنا، قلنا ماشي للانتخابات، أما خلي وإحنا قبل ما نمشوا للانتخابات ناضلوا على حويجات ملموسة اللي نحبوا التونسيات والتونسيين الكل يتلموا معناها عليها، أمن تونس، الحريات في تونس، ولكن زاد
لقمة عيش التوانسة اللي هي بالنسبة للجبهة الشعبية راهي حاجة معناها أساسية. نكيتها برك حبيت نقولها لك نسيتها في الانتخابات، راهو بالنسبة للجبهة الشعبية الأساسي بالنسبة لنا هو الفصل. ومناش والدليل على ذلك أن فينا راهو شكون مع الرئاسية وفينا حتى مع شكون تطبيق منها التشريع التسبيق التشريعية، ونعتبروها من التفاصيل من تفاصيل التفاصيل من المسار اللي هو من معناها الاتحاد منها من أجل فهمت من تونس. المهم بالنسبة لنا نحن أن اليوم التونسيات والتونسيين ما يسيبهمش الأحباط، يشدوا في حقوقهم، يشدوا في حريتهم، يشدوا في بلادهم، وإحنا متأكدين من النجاح وبناء تونس الجديد إن شاء الله. على كل سي حما شكر موصول ليك على تلبية الدعوة. تقريب حاولنا نحكيه في برشا أمور، كل ما هو سياسي، كل ما هو أمني واقتصادي، وحتى خذينا كلمة من عند سي حما الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على الدبلوماسية التونسية. على كل إن شاء الله نكون وفقت في هذا الحوار مع سي حما الهمامي، وعلاش لا نهار آخر راهو في أقصر قرطاج سي حما الهمامي، ولكن أهم من هذا، أهم الأشخاص هو من يكون قادر على تنفيذ خريطة الطريق اللي تخدم المواطن التونسي. وإن شاء الله نشوفك الزوز دبلوماسيين تاعنا يروحوا. أمين يا رب. يروحوا صحيح صحيح إن شاء الله. على كل هكا نوصل إلى نهاية برنامجنا، بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار، في أمان الله.